عايزك توعدي انك ما تسيبنيش ابدا مهما حصل. انا عايزك انت اللي توعديني الوعد ده. انا خلاص بقيت ملكك انت. انا كمان بقيت ملكك انت، بس في الحاجات دي بالذات الراجل بيبقى غير الست. الراجل اللي بيحب مراته ومراته بتحبه مش ممكن اتخلى عنها ابدا. عايز تفهمني انك شايف الحب نوع من انواع الرجولة؟ الحب هو اساس الرجولة، عشان كده انا راجل موت، عشان بحبك. المهم انتي بتحبيني؟ اكتر لما احس ان انا متحمية فيك ومتقوية بيك. كريم، انا اول مرة في حياتي اعمل حاجة حاسة ان انا مضطرة اخبيها. هما اللي اضطروا. المهم الإحساس اللي أنا اتحرمت منه. إحساس إيه؟ الإحساس اللي كل بنت بتحلم بيه. عارف حبيبتي، كان نفسك في الفرح وكوشة وزفة وكل الحاجات دي. مش الحاجات دي بس، حتى بعد ما البنت بتتجوز تبقى نفسها الناس تيجي تبارك لها وتفرح بيها، تبقى نفسها تتجوز وتخلف كل حاجة. أوعدك إن احنا هنتجوز في فرح كبير وهنعزم فيه كل حبايبنا، وتاني يوم الصبح هيجولك كلهم عشان يباركولك. عايزني تفضل جنبي لحد اليوم ده ما يجي.